سبق علمي جديد يتحقق على أيدي العلماء الروس، تسجيل أول لقاح لفيروس كورونا المستجد بعدما نال مصادقة الهيئة الصحية الروسية يميل دفة الغلبة العلمية لصالح موسكو. ضخامة الحدث حدث بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التكفل بأن يزف الخبر للعالم مع الثناء على مزايا اللقاح الصحية. يتميز اللقاح بمزايا عدة، حيث يمكن من إنتاج مضادات أجسام ثابتة واستجابة مناعية خلوية، وأعرف نجاعته جيدا لأن إحدى بناتي خاضت تجربة اللقاح وقد ارتفعت حرارتها لتصل 38 درجة بعد الجرعة الأولى قبل أن تتراجع قليلا، وبعد حقنها بالجرعة الثانية ارتفعت الحرارة بشكل طفيف قبل أن تعود إلى المعدل الطبيعي، وهي الآن بصحة جيدة. تعتزم السلطات الروسية طرح اللقاح الجديد تحت مسمى سبوتنيك 5 تيمنا بأول قمر صناعي عالمي رأى النور عام 1957. وعلى الرغم من الشكوك الحائمة حول المصل الروسي الذي لم يمضي على تطويره أزيد من شهرين، فقد يحصل على تأهيل مسبق من قبل منظمة الصحة العالمية. نحن على اتصال وثيق بالسلطات الصحية الروسية، والمحادثات جارية بشأن احتمال منح تأهيل مسبق من قبل منظمة الصحة العالمية للقاح، لكن أؤكد مرة أخرى بأن منح أي لقاح التأهيل المسبق يتوقف على المراجعة الدقيقة وتقييم جميع متطلبات السلامة والفعالية والتأكد من البيانات. اللقاح الروسي المعلن عنه لم يدخل بعد مرحلته الثالثة من التجارب عكس نظرائه من بقية العالم التي اختار مطوروها استكمال سلسلة الأمان قبل طرحه للاستعمال، حيث بشرت مختبرات أسترازينكا تجاربها الأخيرة للقاح أوكسفورد بالبرازيل، كما دخلت سينوفاك بيوتيكا الصينية ذات المرحلة بعدد من المناطق التي لا يزال الفيروس فيها نشطا بشكل كبير، شأنها شأن شركة موديرنا التي تتوقع طرح اللقاح خاصتها ما تم العام الحالي.